السلام عليكم، مرحبا يا قوم، كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا بكل صحه وعافيه. معي انا عبد الهادي، فيديو سريع خفيف نظيف بدون مونتاج. ما دام بكره اضراب فلازم تعرفوا شغله جدا ضروريه. الاضراب بالمانيا هو ممتد من غدا يوم 10 الشهر الساعه 2 فجرا 2 صباحا الى يوم الجمعه 12 الشهر الساعه 6 مساء. هذا هو التاريخ اللي حيكون في ايقاف كامل لكل المواصلات العامه بالمانيا. فلذلك الاربعه نيمال الاشخاص الموظفين مثلنا لازم نعرف عده امور، انه نحن ملزمين نروح على العمل حتى لو في هذا الضرب. هون بيجي السؤال، كيف؟ سؤال جميل، كيف نحن بنروح على الشغل ما دام ما في مواصلات؟ اول شغله موضوع السيارات، فانت لازم تستخدم سيارتك. اذا انا ما عندي سياره بدك تشوف حدا معك بقلب الشغل مثلا تتشاركوا وتروحوا بنفس السياره. موضوع التكاسي كمان لازم انك انت اذا ما لقيت حدا تروح معه تاخذ تاكسي. ممكن هلا بقى الموظفين بقلب بعضهم كل شركه او كل قسم بيكون عامل واتساب جروب، فبيتواصلوا سوا بيقول لك انا باخذ تاكسي، نحن بنتقاسم الاجره وبنروح سوا فيه. اذا كانوا طبعا هن الاغلبيه عايشين جنب بعض مشان توفير المصاري، لانه اذا كل 3 ايام هن 3 ايام الاضراب، فاذا 3 ايام بدك تروح انت على الشغل وتاخذ تكاسي فمكلفة نوعا ما، خاصة إذا شغلك بعيد عن بيتك. فعلى حسب البفليشتو، يعني على حسب الحقوق أو الواجبات اللي عليك، البفليشت هي الواجبات، لازم إنك أنت تروح الشغل حتى لو ما في مواصلات عامة. مشي، بسكليت، موتور، تاكسي، طيارة، باخرة، سيارة، المهم إنك أنت بدك تروح الشغل. طيب في حال أنا ما عندي ولا طريقة أبدا أروح فيها على الشغل، هل الأربايت جيبة بيدفع لي الراتب؟ الجواب هو لا. كاين أربايت كاين لون، ما في شغل او كاين اربايت، مشان يكون الصحيح الاربايت مؤنث، كاين اربايت كاين لون، اذا ما رحت على الشغل ما في مصاري. حتى في شغله كثير مهمه ممكن انتم ما تعرفوها او ممكن مو سمعانين فيها، اللي هي الفرتراك شتراف. شو يعني؟ اذا انت عندك شغل وهذا الشغل لازم تخلصه بكره، على سبيل المثال الاشخاص اللي بتشتغل بالباكيت سوشتيلر، فهذا الشخص يعني بتوزيع الطرود بألمانيا الشحن، فهذا الشخص عنده بوابة عنده باكيتات ولازم ياخذها. في حال انت لانه في اضراب ما نزلت على الشغل فانت ضريت الاربايت جيب وضريت صاحب العمل، فهون يحق له انه يساوي لك شيء اسمه فيرتراك شترافن. انا حاكي عنه فيديو سابق مثل ما قلت الفيديو بتوصيف هذا الفيديو، انه ممكن هو يخصم لك 10% او 20% من البروتو جهال تبعك لانك انت ضريته بما بعدم نزلتك على العمل. فلذلك اذا ما نزلت على الشغل ما في راتب، وبنفس الوقت ممكن انك انت كتير كمان تدفع اشتراف على هذا الشيء. هلا الناس شو ممكن تساوي مشان نكون واقعيين؟ بتروح بتاخذ مرضيات بدل 3 ايام مشان يريح راسه خلص. بالقانون هو مثلا عرف باول هذا الاسبوع انه في اضراب 3 ايام، راح من اول اسبوع من يوم الاثنين اخذ مرضيه للاسبوع القادم وخلص ريح راسه. بس نحن عم نحكي اذا ما عملت هي الخطوه يلي الاغلب بيساويها، لازم انك انت تروح الشغل. طبعا هون في شغله مهمه لازم ما ننساها، انت بدك تروح الشغل وكل امم الله رايح على الشغل بالسيارات، فتوقع انه يكون في كتير عجقه على الطرقات. لذلك حاول تطلع بكير شوي اليوم الصبح او بكره الصبح من بيتك عشان توصل بوقتك المناسب على العمل. لذلك انا دائما افضل انه واحد اذا بده يشتغل، اذا لقى شغل طبعا بالامكان، فين اسمه انجلش است مثل ما بيقولوا باللغه الالمانيه، انك انت تلاقي شغل فليكسيبل دي اربايت سايت، يعني انك انت اذا رحت 7 ولا رحت 9:30 ما عندهم مشكله، المهم تقضي 8 ساعات عمل. فهون حتى اذا انت رحت شوي متاخر فانت امورك بخير. يعني الملخص، لازم انت تروح على الشغل، والسترايك هو ما له ابدا حجه انك انت تبرر غيابك عن العمل. فيديو سريع بدون مونتاج، ديروا بالكم على بعض، حبوا بعض، لا تزعلوا بعض. كان معكم من اول وعد السلام، والسلام عليكم.